مرحبا، يسعد اوقاتكم. اليوم وجبتنا فاصوليه كلاوي مع الرز. المكونات هنن رب البندوره، لحمه مسلوقه هي سلقناها اختصارا للوقت، بصل مفروم، رز، وكمان الفاصوليه بدنا نكون ناقينها من قبل 24 ساعه ونسلقها. هلا انا اختصارا للوقت ناقعها وسالقها مشان نبلش فيها طبخ، مع الملح والفلفل الاسود والماج. اول شيء بنحط قليل من السمنه، بنضيف عليها البصل المفروم، نضيف الملح، الفلفل الأسود، بعد ما نحمص البصلة نضيف عليها الفاصوليا. شكل جيد. نضيف الماء. لحتى تغلي بشكل جيد. شوية فلفل أسود. أبيض. مكعب ماجي. حط قليل من السمنة، نضيف الرز بعد ما نكون ناقينه لمدة ساعة وغاسلينه بشكل جيد، وأنا بنصح برز البسمتي. رز البسمتي خلي الرز جيدة. هلا بنرجع طبختنا الأساسية، بنضيف معلقة كبيرة من رب البندورة وبنحركها. بعدين بنضيف الموزات اللي سالينا مع الباقة العطرية والهيل والقرفة وراء الغار. خليها تغلي لحتى تعقد مظبوط وتمسك مع بعضها. نرجع للرز بعد ما نكون قليناه مظبوط، نضيف عليه المي اللي بنكون عم نغليها ومي عم تغلي. مثل ما بنعرف لكل كاسة رز كاسة ورز مي. نضيف الكزبرة. بيتري
وهيك بتكون صارت طبختنا جاهزة. غلت المي ونغطيه وننوس عليه للآخر. وهي هلا الوجبة بعد ما سكبناها بنضيف للرز حسب الرغبة الكاجو، الفستق الحلبي، وهي الفاصولية. صحتين وعافية.